أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج ونتابع فيها تواصل الحملات الإلكترونية الموازية لمنتدى الشباب العالمي في مصر وهيومان رايتس ووتش. مصر تنظم مؤتمرا عالميا للشباب، يا للسخرية. ومقطع متداول لرجل دين بوذي بارز يحث فيه على قتل غير البوذيين بوصفهم غير آدميين ومغردون حول العالم. ماذا لو كان القائل مسلما؟ والنقاش يتواصل بالسعودية ترقبا لزيارة أول بطريرك ماروني إلى المملكة وترامب بلا تويتر، فما الذي حدث؟ كل هذا وأكثر في هاشتاج، تابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حسابنا على سكايب AJ مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار مواضيع الحلقات وبالتأكيد التعليق عليها. شاركونا. البداية من مصر، حيث تتواصل الحملات الإلكترونية الرافضة لتنظيم منتدى الشباب العالمي الذي سيبدأ بمدينة شرم الشيخ بعد غد الأحد برعاية الرئاسة المصرية وبمشاركة واسعة من 3000 شاب حول العالم للمشاركة في ورش عمل وجلسات نقاش. من المنتظر أن يحضرها العديد من رؤساء الدول. وبينما يرتفع منتدى الشباب أو يرفع منتدى الشباب العالمي شعار We need to talk أو نحتاج لأن نتحدث للتعبير عن الفعاليات الشبابية المنتظرة في المنتدى، تتواصل على منصات التواصل الحملات المضادة والتي تضع تساؤلا مهما: هل حقا نحن نتحدث؟ وهو ذات السؤال الذي يطرحه مدون الفيديو المصري الساخر هشام عفيفي في مقطع يتحدث فيه عن هذا الشعار المثير للجدل. نتابع. Do we really need to talk about this؟ احنا كمصر يعني اي حد عنده افكار نفسها تطور العالم او فتح مؤسسة محترمة مثلا عايز ينتج في البلد وكده، يعني حد بيجي مش هتكلم عليها دي. يعني مثلا حد عايز يستثمر فعلا مثلا في البلد في مصر هنا، يعني فيجي المشكلة ان ممكن اتحبس في دي جدا فعلا. يعني مثلا حد مثلا عايز بلاش نتكلم في دي عشان بحبس عن نسكت. If they expect you to know who you are tomorrow when you don't know who you are today, we need to talk. اعتقد ان انا هسكيب دي كمان لدواعي امنية. Sorry, I can't talk freely, sorry. If your parents think you are still too young to make a difference, we need to talk. بصراحة انا محتار هنا شوية، لانه لو اتكلمت مثلا عن ثورة يناير المجيدة العظيمة التي ستظل دائما وابدا من اعظم الحاجات اللي حصلت في مصر ان لم تكن اعظمها، يعني هتحبسوني ولا لا؟ بصراحة لانه انا يعني كلام في ثورة يناير حاليا او حتى ذكرها يعني موضوع بقى خطر. بمناسبة expressing your opinion، للاسف يعني كلنا خايفين نعبر عن رأينا بلا استثناء، كلنا حرفيا. لانه انا مثلا لو كان عندي برنامج بعبر فيه عن رايي او حتى بهزر في البرنامج ده هتوقف لسبب ما غير مبرر واعترف عليا قضيه ب 100 مليون جنيه، فساعتها مضطر اسيب البلد وامشي، او يا اما هتخطف من وسط اهلي مثلا بعد شهرين من الفيديو والمؤتمر ينام وبتاع ويتنسي والكلام ده كله، يلاقوني ميت في الصحراء متاثرا باثار تعذيب من ناس مجهولين مثلا بجوز اي جاست توت. ولو الفيديو انتشر مثلا يطلع احمد موسى يحزع على التلفزيون: اوه مش عارف ايه قطري وانت مش عارف ايه زي من مصر ومش عارف ايه، يقعد يعمل الاصوات الغريبه بتاعته دي. وطبعا كل ما هو مناصر للاخوان والصحافه المعارضه للنظام الحالي بقى: شاهد شاب مش عارف يعمل ايه وشاب يفحم مش عارف ايه. طبعا انا بقول لهم الكلام ده عشان ابوظه لهم وعشان ما حدش فيهم يعبرني يعني ولا ينشر فيديو عندهم يعني، وكل واحد ياخد الموضوع في صفه ويحاول يستفيد بيه بيكوز اي جاست توكت. ده غير براندز كتير بتحاول تفهم معاه عشان نشتغل مع بعض يعني، و لمجرد ان انا نزلت الفيديو معظمهم هيخافوا ومحدش هيفكروا مثلا يشتغلوا معايا او يشتغلوا بيكوز اي جاست توكت. لو كان عندنا حريه في التعبير كنت هتلاقي ناس كتير زي بتتكلم في فيديو زي ده على مر الزمن، بس للاسف هم كلهم خايفين انه هينتهي بيهم المسار في اوضه ضيقه متر في متر يعني ما فيهاش غير فتحتين تهويه تقريبا، بيبدلوا في النوم اللي واقف يهوى على نايم واللي نايم لما يصحى يهوى لما، وتعمل لهم كام بوستر وكام هاشتاج كده على السوشيال ميديا لغايه يومين ثلاثه ولا حاجه، وبعد كده يتنسوا في السجن ومحدش يفتكرهم خالص. Because they just talked. فدو we really need to talk.
تساؤل يطرح نفسه. أيضا نشر حساب لا للكراهية المدافع عن الأقليات في مصر مقطعا يحاكي المقطع الترويجي الخاص بالمؤتمر، واصفا المقطع بأنه النسخة الأصلية من We Need to Talk. نتابع. كي يستقيم مسير هذه الأمة وتصح خطواتها نحو التقدم والرقي، فإنني اليوم في يوم الشباب قررت أن يكون العام عاما للشباب المصري. باخد الإيدز من المريض، بغذي المريض على إيدز، بديهوله صبع كفته يتغذى عليه. ايه يا عصام حج ده؟ مين اللي معتبر نفسه عميد البحث العلمي في العالم؟ لأي قائد عايز يغير الشعب المصري له طريق، له كوبري، له ترعة وله تفريعة وله أسلحة. تعليم عملية تفضل اعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني. أنا نفسي أعمل شغل بس أنا مش قادر. وأنا بقول للألتراس ورحمة أمي اللي ما تعرفوها، يا السجن يا الموت. الناس كلها بتموت، الناس كلها بتموت. ترى الرصاص غدر في وحش قتل فيها أحلامنا. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصرية. يعني من فضلكم أرجو إن الموضوع ده، أرجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني. عيش حريه، الجزء دي مصريه. عيش حريه، الجزء دي. البلد كلها لازم تعرف إن المسؤولين ضحكوا علينا وخدعونا ولسه بيبيعوا ويشتروا فيها. استشهد صباح اليوم 11 مجند من قوات الجيش وأصيب 37 آخرين. الحلوة رولا، حد الحالة يا باشا قدام بيروح. كما شاهدنا هذا المقطع الذي تداوله الكثير اليوم على تويتر وكذلك على فيسبوك، وبجانب المقاطع تتواصل التغريدات رفضا لمنتدى الشباب أو ما يسمى بمنتدى الشباب، ومنها تغريدة نبدأ بحساب منظمة Human Rights Watch التي كتبت وانتقدت استضافة مصر للمنتدى، وجاء في هذه التغريدة: السيسي ويا للسخرية يرعى منتدى للشباب العالمي تحت شعار We Need to Talk. هذه هي بعض الأمور التي نحتاج لأن نتحدث عنها. وأرفق الحساب مقالة من جريدة واشنطن بوست تفصل حملة كشف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تزامنا مع المنتدى، كما قام حساب Human Rights Watch بنشر عدد من المقاطع التي توضح عددا من الانتهاكات التي قامت وتقوم بها السلطات المصرية. أيضا مغردة أخرى على ذات الهاشتاج كتبت، وهي دينا الحناوي: حكومة حاجبة أكثر من 400 موقع إخباري وتسببت في قطع عيش فوق 1000 إعلامي وصحفي وسجن ما يقرب من 50,000 شاب، وكل ده حصيلة 4 سنوات فقط غير اللي قبلهم. وجاي تقولي We Need to Talk؟ تتساءل وتستغرب بالتأكيد من هذا الشعار ومن هذا المنتدى. أيضا منى سيف كتبت قائلة: كابوس الحياة اليومية لأهالي سيناء، دول مواطنين على فكرة مش طبيعي تبقى دي حياتهم. وأرفقت أيضا شعار المنتدى المثير للجدل وللسخرية من وجهة نظر منى. أيضا من هذه المواقع ومثل هذه المقاطع والتغريدات المناهضة لمنتدى الشباب ليست وحدها التي تثير غضب النظام المصري، فثمة لعبة أطفال انتشرت حديثا في شوارع مصر أثارت أيضا غضب النظام نظرا لاسمها المتداول المسيء إلى الرئيس المصري، حيث تداول ناشطون أنباء عن اعتقال عدد من التجار الذين يقومون ببيع اللعبة. نتابع قصة هذه اللعبة.
اسماعيلي. ما هو ده نوع من انواع الحروب الفكريه من اجل نشر فكر معين ومن اجل الوقيعه بين الشعب وبين قياداته. دي لعبه داعشيه اللي اسمها البداله دي. ايوه يعني الكورتين اللي بيضربوا في بعض دي لعبه داعشيه. هذه هي اللعبه. اذا فصل قصير ابقوا معنا. الكسب، الادخار، الاستثمار، مهارات لا غنى لك عنها. أنت ومالك، مستشارك الأقرب في رحلة المال. انضم إلى حسابنا على تيليجرام AGM مباشر وتابع آخر الأخبار أولا بأول. أهلا بكم من جديد. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لرجل الدين البوذي الأبرز في ميانمار ستيغوس ياداو يلمح فيه لأن غير البوذيين ليسوا من بني آدم، ولذا فإن قتلهم مبرر ومن يقتلهم ليس آثما. وعقب انتشار المقطع غرد نشطاء حول العالم تنديدا بما جاء فيه، ومنهم الصحفي سي جي وورلمان الذي نقل عن الكاتب سام هاريس قوله: كيف لا نصنف البوذيين كإرهابيين؟ لماذا يعتبر البعض الإسلام عنيفا والبوذية ليست كذلك؟ كتبت أيضا ناشطة أخرى تغريدة قالت فيها: لو أن مسلما قال ذلك سيكون الخبر في كل نشرات الأخبار، وترامب سيغرد تعليقا عليه، والمحافظون سيفقدون ترهاتهم. في حين غرد علي الشهباني مدير المؤسسة العربية للعلاقات الأمريكية العربية قائلا: المتشددون متواجدون دائما، الأمر ليس متعلقا بالدين، الأمر متعلق بالأشخاص، كثرة الحضارة لدينا أرق مما نتخيل. إلى السعودية، حيث انشغل المدونون هناك بالحديث عن الزيارة غير المسبوقة للبطريرك الماروني بشار الراعي صاحب أعلى رتبة دينية مسيحية في لبنان إلى الرياض بعد الدعوة التي وجهها إليه العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وذلك في إطار سلسلة دعوات تم توجيهها لشخصيات دينية لزيارة المملكة. عن الزيارة المرتقبة على تويتر غرد ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي السعودي عصر اليوم بقوله: زيارة غبطة البطريرك بشار الراعي المرتقبة للمملكة تؤكد نهج المملكة للتقارب والتعايش السلمي والانفتاح على جميع مكونات الشعوب العربية. وفي تغريدة أخرى للصحفي اليمني عباس الضالعي يقول: لأول مرة البطريرك الراعي بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان تلقى دعوة لزيارة السعودية، خطوة في الاتجاه الصحيح، الاحتواء سياسة إيجابية ناجحة بالتأكيد. بينما يضيف محمد بن براك بقوله: زيارة بشارة بطرس الراعي بطريرك انطاكية الماروني ربما يمهد لتحالف سني مسيحي جديد في لبنان لبدء مرحلة جديدة للحد من القوة الوحيدة النافذة هناك في لبنان. يقصد أيضا حساب لؤلؤة كتبت: جميل أن تدعو السعودية بطريرك انطاكية الماروني بشارة الراعي لزيارة المملكة ولقاء الملك سلمان، لكن المؤسف أنها تتم في وقت يرمي الملك العلماء ومثقف المملكة في السجون، وهذا يناقض التسامح الذي يدعو إليه
هذا النهج والمملكة، بينما يضيف حساب آخر وحساب أحمد مختار بشارة الراعي أول بطريرك ماروني يزور السعودية، الزيارة عادية ولكن ربنا يستر مما وراء هذه الزيارة، حساب نحو الحرية السعودية الشهير كتب قائلا: بطريرك الشرق الأوسط في الرياض بدعوة رسمية من الملك سلمان في أول زيارة تاريخية لرمز مسيحي للسعودية، الخطوة القادمة بناء كنيسة من وجهة نظر صاحب الحساب. إلى الإمارات، حيث أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما بمنح السفير فوق العادة يوسف العتيبة رئيس بعثة الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية درجة وزير، وقد شغل هذا الخبر منصات التواصل العربية، حيث غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش تعليقا على الخبر بقوله: مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بمنح الأخ يوسف العتيبة درجة وزير تقدير في محله، أبو عمر كفاءة وطنية بارزة وعطاؤه وإساماته لوطنه قيمة. في حين كتب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله قائلا: الإمارات تمنح سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة درجة وزير، يستاهل سعادة السفير هذه الترقية، فهو سفير عربي استثنائي وعن 190 سفير في واشنطن. وقد رد هذه التغريدة ورد عليها ناصر العوضي بقوله: هل الأمير خالد بن سلمان من بين السفراء 190؟ يقصد بالتأكيد نجل ملك السعودية وسفير المملكة في واشنطن، بينما يضيف حساب يحمل اسم بيت قائلا: تبدو هذه الترقية وكأنها مقدمة لسحب العتيبة من واشنطن، بينما يضيف حساب أبو أشرف من جهته قائلا: هو سفير لخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة على حساب المصالح العربية وقضية فلسطين، بحسب وصف صاحب التغريدة بالتأكيد، بينما يضيف حساب مجتهد الإمارات فسر على مسؤوليته سبب هذه الترقية قائلا: يوسف العتيبة تربطه علاقة قوية مع اللوب اليهودي بأمريكا، وهو يمارس ضغوط الآن للتحريض على قطر وفرض عقوبة عليها من خلال شخصيات صهيونية أمريكية، في إشارة من الحساب على التسريب الأخير الذي أبدى فيه العتيبة غضبه من دعم قطر لحملة مقاطعة إسرائيل. وليس ببعيد عن العلاقات العربية الإسرائيلية تداول مغردون صورة للسفير المصري في برلين بدر عبد العاطي برفقة السفير الإسرائيلي جيرمي إسخاروف أثناء حضورهما وسط مجموعة من الصحفيين لندوة حول تحديات منطقة الشرق الأوسط. وكان من اللافت أن أول من نشر الصورة هو سيمون أران المراسل السياسي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية. فوجئ متابع حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي على تويتر بتوقفه عن العمل لعدة دقائق صباح اليوم قبل أن يعود للعمل مرة أخرى. شركة تويتر من جهتها نشرت عددا من التغريدات تؤكد فيه أنها تحقق في المشكلة وستتخذ خطوات لتجنب حدوثها من جديد، ثم غردت الشركة في وقت لاحق كشفت التحقيقات أن هذا الأمر حدث بسبب موظف دعم عملاء تويتر، والذي فعل ذلك في اليوم الأخير لمسيرته المهنية في تويتر، ونحن نجري مراجعة داخلية كاملة. موقع هافينغتون بوست لخص قصة اليوم الأخير للموظف تويتر أو الموظف في تويتر في مقطع ساخر. ماذا فعل؟ متابع.
سكت ترامب لدقائق. وبهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير أو وعيا يزداد بهاشتاج للقاء.